انا لو الامر بايديا معلش احيانا كده بيبقى في حاجه ايه دواء مر يعني ديكتاتوريه المناسبه الراهنه يعني كده في لحظه لازم يعني يتاخد قرار لا في الحاله ديت انا اجيب الناس اللي بنت البيت ده واللي علت واللي خلته في الاخر هيؤدي للنهار الناس اللي جواه اطلعوا اللي خالف اللي بيعرض تعالى انت عيش جوه البيت ده مش بهزر انت تعيش انت وقصتك جوه البيت ده انت المسؤول عن ده عارفه احنا لو عرفنا يعني نعاقب بس عقاب رادع حد واحد بيخالف ويؤدي في الاخر خالص انهيار بيت او حاجه زي كده هتلاقي الناس تخاف انما هو الاحساس بانه ايه الارواح دي مش مهمه يعني ما هو ناس كتير اللي يموت يموت واللي يعني يعني مجرد ان احنا بنحكي الحكايه دي ده بتدي انطباع انه مش مهم اروح الناس يعني مش فارقه والمشكله يا معتز انه الناس اللي بتبني ادوار بالمخالفه بتلاقي ناس تسكن فيها ويبقى عارف ان الموضوع ده مخالف بس يقول لك انا اي حته وخلاص اي اربع حيطان واسكن ومش مشكله يحصل ايه بعد كده فملف برضو ده مهم وعايزين نفتحه يعني للنقاش مع حضراتكم ان شاء الله في اقرب وقت لانه موضوع المباني اللي فيها مشاكل كبيره موضوع لازم نلفت ليه الانتباه خصوصا في احصائيات وفي ارقام مخيفه الحقيقه في الموضوع ده.